السلام عليكم. حابب اتكلم النهارده عن حاجه اسمها وورد اوف ماوث. وورد اوف ماوث دي مشهوره جدا في مجال السيلز والماركتنج اكتر. هي فكره ان يبقى في فيدباك فيربل من خلال شخص عادي، كلاينت عادي اشترى حاجه عجبته فبيدي فيدباك كويس لصديق ليه، حد يقول له تعرف مطعم كويس في اكله معينه فيدي له نصيحه بمطعم معين او مكان معين، فده اللي بنسميه وورد اوف ماوث، وده موجود ومشهور في السيلز والماركتنج. لكن انا حابب اضم او اضيف الجزئيه دي عندنا في السبلاي تشين وبالاخص في البروكيرمنت. احنا عندنا في البروكيرمنت انواع متعدده في طريقه التعاقد، اشهرها طبعا انك تعمل بيرشز اوردر او انك تكتب كونتراكت او عقد. لكن من ضمن الطرق اللي بنستخدمها في البروكيرمنت حاجه اسمها برضو الورد اوف ماوث، ولكن الورد اوف ماوث ليه طريقه مختلفه عن السيلز. بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تتصل بسبلاير وتساله على حاجه معينه، دي سعرها كام، فيقول لك سعرها كذا. الكذا ده هو يعتبر كانه شكل من اشكال العقود، ولكن النصيحه طبعا لما تيجي تستخدم الستايل ده او الاسلوب ده، وهو ده موجود وبيكثر عندنا في اداره المشتريات، لازم تحول الكلام ده لشكل اوفيشال بسرعه. تبعت ايميل اكوردنج للمكالمه التليفونيه اللي بيني وبينك ان هيكون احنا محتاجين البند الفلاني بالسعر كذا المتفق عليه. هي الورد اوف ماوث على فكره دي موجوده في حياتنا العاديه تماما، عشان كده انا بقول لكم سلاسل الامداد دي بالفطره. انت لما تيجي تخش محل تشتري اي حاجه، تشتري تي شيرت، فمجرد ما تسال البائع دي سعرها كام بيقول لك كذا، وده كانه عقد، هو قال لك سعر هو ملتزم بيه وهينفذ بيه. ولذلك حبيت بس انوه عن فكره الورد اوف ماوث في البروكيرمنت، ولكن زي ما اتفقنا بنحولها بشكل اوفيشال من خلال بيرشز اوردر او ايميل او ايا كان الحاجه اللي هنستخدمها، الدوكمنت اللي هنستخدمه، لكن يكون دوكمنت اوفيشال عشان نتفادى اي تغيير في السعر. اشوفكم على خير.